ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. فيديو النهارده فيديو هيتكلم عن رأيي في البرودكتس اللي استخدمتها في اللوك ده، واللي ما شافش اللوك ده هسيبه له في اخر الفيديو خالص، فهتابعي الفيديو الاخر طبعا عشان تشوفي خطوة بخطوة انا عملت اللوك ده ازاي. بس كده، فانا هقول لكم رأيي بعد ما حطيت الميك اب. الميك اب ده الفيديوهين طبعا في نفس اليوم، بس سبت وقت ما بينهم، فيعني لو مهتمية تعرفي رأيي في البرودكتس بتاعت مايت سينما وكمان ام ان وبريتي وان، الحاجات اللي انا استخدمتها في اللوك ده، تابعي الفيديو الاخر. ما تنسيش لو عجبك الفيديو تعملوا لي لايك وتعملوا شير مع صحابك عشان يستفيدوا، يعني سبسكرايب لو جديدة واول مرة تشوفيني، وتفعلي الجرس عشان تشوفيني المرة الجاية كتير. ويلا خلونا نبدأ الفيديو. طيب يا بنات، مبدئيا كده اللوك ده انا طبعا عاملاه في نفس اليوم، يعني مصورة الفيديوهين في نفس اليوم، بس الفرق ان انا سايبة الميك اب على وشي فتره، يعني الميك اب كده بقاله من ساعه ما انا صورت حوالي 3 او 4 ساعات، فوقت كافي ان احنا ممكن نحكم على الميك اب. اول حاجه انا استخدمتها هو كان الفاونديشن بتاع ام ان، فعايزه اقول لكم ان هو ما خططش خالص، ولا دخل في الخطوط ولا هنا ولا السمايل، اللاينز بتاعت السمايل، فدي بالنسبه لجودته حاجة كويسة. وكل الفكرة ان هو مش مكتوب عليه لأي نوع بشرة، وهو دوي شوية يعني مش مات. فانا استخدمت الباودر بتاعة ام ان اللي هي دي اللوس باودر عشان خاطر اديله شكل الفنش المات شوية، وثبت كويس بيه، وهو بقاله 4 ساعات كده اتس اوكي بالنسبة لي، حلو ولا بدأ حتى يخطط، فاتس اوكي بالنسبة لي، دي حاجة كويسة. يعني عارفين حتى لو كان بدأ يعمل لاينز خفيفة لكن هو ما عملش خالص، فدي حاجة حلوة لو انت رايحة بيه مناسبة. فبالنسبة ل4 ساعات فانت ممكن يعني 4 ساعات 5 ساعات تبدأي، ممكن لو الميك اب مش حلو بيبدأ يخطط. تمام. برضو استخدمت تحت العين المفروض الكاموفلاج او العجلة بتاعت ام ان اللي فيها كونتور وفيها كمان لايتر وفيها كمان كونسيلر وهكذا، يعني اللي تابع الفيديو وشاف الفيديو، واللي ما شافوش هسيبه له في الاخر يروح يشوف البرودكت. للاسف كلها مش حاضرة معايا دلوقتي قدام الكاميرا، جبت بعض المنتجات يعني بس. فما خططش، ما دخلش تحت الخطوط، كمان كنت مثبتة بالباودر بتاع مايت سينما، هي اللي مدياني الاضاءة اللي تحت العين دي، فهي حلوة جدا. برضو كون ان الكونسيلر ده فيه انواع بتبقى غالية جدا، اول ما بتتحط بتدخل في الخطوط على طول، يعني ما بتقعدش ساعة وبتبدأ تلاقي الخطوط دخل فيها البرودكت. فبالنسبة برضو زي ما انتم شايفين اللوك عامل ازاي، حلو جدا محتفظ برونقه. بالنسبة كمان ل هنقول طبعا الماسكارا، في 3 ماسكارات انا استخدمتهم للوك ده. طبعا في الاخر انا مركبة لاشز زي ما انتم شايفين، بس طبعا مستخدمة تحت اللي هي بتاعت مايت سينما المكثفة. يعني هي حلوة بالنسبة للكثافة، بس بالنسبة ل3 ماسكارات دول دايما ما بحط الثري لايرز على بعض، لازم دايما افرغ الرموش بفرشة ماسكارا عشان خاطر ادي الشكل الناتشرال، يعني ما تبقاش الدنيا ملزقة، لان دي شوية بتلزق الرموش في بعضها، فنتك كير واحنا بنستخدمها. تمام. كمان استخدمت البلاشر البالت بتاعت مايت سينما، دي كانت كويسة جدا، اللون بيجمنت ما راحش بالنسبة انه 4 ساعات. في بلاشرز كتير قوي لما بنستخدمها اللون البشرة تحسوها بتمتصه، او اللون بمسام البشرة بتمتصه والبيجمنت بتاعها مش حلو. زي ما انتم شايفين اللون لسه على رونقه وباين، وحتى انا قدامي اضاءة عالية، ودوت اللي مطلوب لما انت تروحي مناسبة وتبقي قدام اضاءة وفي تصوير والكلام ده كله، البلاشر يفضل مدي لوشك حيوية ويفضل مدي وشك منظر وشيب حلو. كمان الكونتور بتاع نفس البالت، بلس ان انا كنت مستخدمة البرونزاج بتاع نفس الباودر، هي ما هو مش برونزاج، هي دي الباودر. تمام. اللي انا كنت مثبته بيها تحت عيني نفس الباكج، بس هي درجه باودر غامقه وانا استخدمتها كبرونزاج بحيث اقوي من، مع ان البالت بتاعت البلاشر بتاعت مايت سينما مش محتاجه خالص ان انت تقويها، بس انا حبيت اعمل او اشوف برضو احكم على ده كبرونزاج عامل ازاي، فكان عجبني جدا.
تمام. زي ما انتم شايفين الاتنين ثابتين جدا على البشرة. اوكي. نيجي لايه تاني؟ طبعا زي ما انتم شايفين الجل بتاع بريتي وومن حلو جدا. طبعا في برودكتس زي ما قلت انا مش حاضرة قدامي، فهنضطر ان احنا نروح نشوف الفيديو. هو الفيديو هناك طويل شوية، بس طبعا عشان هو تعليمي، فانتي لو يعني اوريدي متعلمه وبتعرفي تحطي ميك اب، بس كل حكايه عايزه تاخدي الفيدباك بسرعه، فانت تقدري تجري الفيديو لغايه ما توصلي للبرودكتس المعينه وتشوفي الايفكت بتاعها عامل ازاي. هي دي عموما النتيجه، او عايزه تشوفي شكل البرودكت اللي انا بتكلم عليه. فزي ما انتم شايفين الحواجب انا كنت رسمها ببريتي وومن الدرجه الغامقه، وكنت مسرحاها بالماسكارا بتاعه فاشن برو. غالبا هحاول اشوفها لكم. بصوا انا لقيت هنا اهو ده الجل بتاع بريتي وومن، تمام. كمان الماسكارا بتاعه فاشن برو هي اللي مش موجوده، كنت مستخدمه درجه 01. اوكي. كمان الوهم اللي عجبني، من اول ما حطيته واستنى لغايه دلوقتي ثابت ومات وكل حاجه، اللاينر ده اهو فظيع، سواد مات فعلا. حلو جدا جدا جدا، بيرسم سهل قوي. تحسوه يعني وانتوا حاطينه حاجه غاليه، يعني مع انه هو رخيص جدا وبراند صيني يعني، بس حلو قوي قوي. لا 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 اتمسح ولا خطط ولا اي حاجه خالص. كمان كنت مستخدمه الهايلايتر بتاع مايت سينما. طبعا هي الباليت حلوه، هي كل الفكره وما فيهاش جلاتر، بس هي شيمري. يعني ايه؟ يعني لو عملت لها دمج بلاند جامد قوي هتلاقوا زي كده، زي ايه، زي حبيبات، بس هو مش جلاتر، هو شيمر. فانت تحاولي لما تحطي طبقه كتيره زي ما حطيت في الفيديو، تبداي تبلندي بالراحه عشان يفضل يديكي الشكل الجلوي ده. كمان الهايلايتر بتاعهم انا مستخدماه تحت الحاجب عشان للتفتيح، وكمان مستخدماه في مدمع العين. كنت مستخدمه في كل اللوك الدرجه اللي على روز دي عشان اللوك كله على موفات، فكان حلو جدا. الحاجه الوحيده اللي كان نفسي اغيرها في اللوك ده، وقولوا لي رايكم برده في الكومنتات، ان انا كنت عايزه اغير اللانسز بدل وايلد جرين. اوكي. دي الوايلد جرين، انا كان نفسي احط اللي هي الريبل جراي عشان كانت هتبقى لايقه اكتر مع لوك الموفات والبنكات ده، فكان هيبقى افضل بكتير بيتهيألي. كمان ليا بقى تعقيب صغير قوي، تمام، على الجلوس ده. الجلوس ده حلو جدا من ام ان، ده اللي انا حطاه، ده درجه 05. حلو جدا جدا، كان هو مات زي ما انتم شايفين، بيدي فوليوم حلو، ستيكي حاجه بسيطه جدا، لكن الشفايف ما بتلزقش، بس حاجه بسيطه لا تسكر، يعني حاجه قد كده 1% مثلا يعني، تمام. مش منشف الشفايف، يعني مش شفايفك تحسيها مشدوده كده وعليها حاجه تقيله، بالعكس خالص. لكن مشكلتي فيه انا بدات، انا اكلت بعد الفيديو وشربت حاجات بسيطة كده يعني، فبدأ يروح زي ما انتم شايفين اهو من جوه. فده يتطلب ايه؟ ان انت لو رايحة مناسبة حطاه، يبقى معاكي في الشنطة. شور مش من الانواع اللي هتقولي لا خلاص يعني، خلاص انا حطيت فمش هحتاج، لا لازم يبقى معاكي عشان خاطر مجرد ما هتاكلي او تشربي هتضطري ان انت تعدلي عليه، تمام. زي ما انتم شايفين ان انا اضطريت احط دلوقتي معاكم من جوه، ان بدا يبان ان في فرق في الشفايف، او الشفايف الاصليه لونها يبان. بس كده، ده كان مجمل الريفيو عن اللوك اللي انا عاملاه النهارده. يا رب يكون عجبكم. بالنسبه للبرودكتس دي ما كانش ليها برايمر، انا بحاول ادور على برايمر برده، لو لقيت ان شاء الله هعمل لكم عنه ريفيو. واستنوا فيديو عن الجميله دي، هنعمل بيها لوك لوحده، بس لوك هادي. الباودر المائي بتاعت مايت سينما فظيعه جدا، فاستنوا مني ريفيو عنها مفصل، لان انا هتشوفوا الايفكت بتاعها على البشره عامل ازاي. حلو جدا جدا بصراحه. فيا رب كل اللي شاف الفيديو ده يستنى مني الفيديو ان شاء الله اللي بعد كده، عشان هعمل لكم ريفيو عن الباليت بتاعت الباودر المائي دي، تمام. انا اقترحت مؤخرا فكره بالفيديوهات بتاعتي، وهي انك لما
ينزل الفيديو، اول تعليق هاخده هنشره بالفيديو اللي بعده، فاول تعليق ان شاء الله هيتكتب لي على الفيديو ده، كمان هنزله في الفيديو اللي بعد كده. كمان اللي حابه ننفذ لوك معين ومتابعيني تبعت لي على الانستجرام اللي بيظهر في اول الفيديو، بسيبه لكم دايما في الديسكريبشن بوكس. ابعتولي على الدايركت مسج هناك اللوك اللي انتوا حابيني انا اطلع انفذه، واحنا وانا اكتر لوك هحبه وهبقى مشدوده ليه واحس ان هو حلو فعلا ومختلف، هو ده اللي هطلع ان شاء الله اعمله لكم بالفيديو. فدي فكره حلوه جدا عشان نتفاعل مع بعض وشوف دماغكم ايه في اللوكات اللي بتحبوا الواحد يجربها. بس كده ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك لايك كتير كتير، وعايزين نوصل القناه ل 10,000 سبسكرايب في اقرب وقت، احنا داخلين على 6,000، ف مش كتير عليا ومش كتير عليكم ان انتوا توصلوني ل10,000 ان شاء الله، فلايكات كتير جدا عشان هو ده اللي بيعلي من نسبة مشاهدة الفيديو. كمان لو عجبك الفيديو تعملي له شير عشان غيرك يستفيد، وتعملي سبسكرايب لو جديد اول مرة تشوفيني، وتفعلي الجرس عشان تشوفيني مرة جاية كتير، واشوفكم على خير فيديو جديد. باي باي.